معقولة نجيب باشا؟ حضرتك هنا لسه موجود من امبارح ما روحتش؟ أصل أنا في مرحلة خطر قوي. والله يا فندم، والله بنتعلم التفاني من سعادتك. كان الله في عون سيادتك. بس ما تقلقش حضرتك، أنا عارف أنت مشغول بالقضية دي قد إيه. أنا وصلت لحاجة هتوصلنا للعصابة. قشطة 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 قشطة. يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصورة دي؟ لازم دلوقتي؟ بعد إذن سعادتك. اتفضل. ايه مالها الصوره دي؟ الصوره دي اتاخدت النهارده لاحمد فهمي في مزاد علني بعد ما اشترى عدد نادر جدا لمجله ميكي ب 150 الف جنيه. اوه 150 الف جنيه. مش ملاحظ حاجه غريبه سعادتك؟ طبعا واضحه زي الشمس. اعملوا لي تحريات عن احمد فهمي، شوفوه جاب ال 150 الف جنيه دي منين مع انه ما عملش حاجه السنه دي في رمضان. فلوس الاعلان يا معلم، واضحه زي الشمس. يا فندم بص ورا احمد فهمي. بص وراه ازاي يا ابني؟ ده في الصورة نيلي وشريهان واقفين ورا احمد فهمي. نستشف من كده ان احمد فهمي هيعمل الفوازير السنة الجاية مع نيلي وشريهان. برافو عليك يا احمد، انت حسك الامني تطور جدا والفني كمان. برافو 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 يا فندم. نيلي وشريهان بتوع العصابة مش بتوع الفوازير. ايوه ايوه واضحة، بس هو اصله في أول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصورة يعني أنت عايز مني إيه بقى؟ إيه علاقتك بأحمد فهمي؟ عايز إيه؟ يا فندم أحمد فهمي شكله كده هو ضربتهم اللي جاية. ما هو ده اللي أنا بحاول أوصله لك من الأول وأنت مش مركز معايا. مفيش أي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الأمني. يا أخي اتفضل اتفضل ضيعت مني الدور. ادينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيله ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شريهان انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه، احمد فهمي اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ سنة طيبة. ولا يهمك خالص ولا يهمك. اهلا ازيكم، اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. اوكي طبعا. سيب سيب. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحوا الحفله ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوها عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما انا تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة يا هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الجنان دي. الله بالخير. أهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. أهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هتكون رقم كام؟ رقم أيوة بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني ال اني اسمها اني. انا 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 الامير محمود سليمان امير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه طب ما تقول له ايه. طب بص دي ايوتش ايوتش ايوتش
معنا هدية من أمنا الشيخة نعسانة، نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة؟ نعسانة. كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكلة، هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير. ما يصير هالحكي. ما يصير. تبوظوها، هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. آه خويي، تشيك مع المدير. تشيك تشيك، هيا. ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على ده. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجه واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحقيقه. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك موسى. كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا، في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعاً. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خويي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي أعدي يا أخي، خد علاج. أعدي. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسماء يا 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 جماعة يا جماعة، من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجوال؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي، انت حويط انت قوي يعني. يا ابني ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ اه هادئ، خلاص خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اه اما براوة براوة اما براوة، دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يانا. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي انتي وهاني بتاعك ده.
بس الواد وانا بكتفه ايدي اتحشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك. هو انت؟ معلش معلش، بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثة. اه عملنا كوي بيست. شيرين؟ ها؟ عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاي سويت. طب الدهب بقى لحسن يعرفنا. ايه اللي جابه ده؟ بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيها. ثانية واحدة معلش. المدام. ده وقته ده، ده وقته. الو؟ ها شوش؟ اياض يا هاني، بقول لك ايه؟ خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟ ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض ما هو كل مره بيقولوا كده ياض. ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني، ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي. بقول لك ايه؟ هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون. عايزين نخلص بقى. الو؟ بقول لك ايه، خلي بالك نيلي وشريان هنا. اه ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. حاج بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه، كله تحت السيطره. سيطره ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى يا ابو الدهب بيه. الله، هو كل شويه شتيمه شتيمه، مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه، عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. اه بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال يا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف ارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي ماشي. الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت، يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه؟ ممغنط. طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغنط، فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما غلطوناش بقى. خشوا انتوا الاوضه، سلكوا العدد، وانا هقف لكم بره نادوجي. لو حد جه هخبط واجري. ايه المعيله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده، وتجري تجري تخبط على الباب التاني، وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. اه انت كنت بتعمل كده. ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي، اروح ارن الجرس، صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. اه كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك عالم مغمض؟ صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. اه اه واجيب بوسمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. ايوه مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى، يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعة كده ويطلع نار جامدة جدا، اقسم بالله بجد وحياة ربنا. ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده؟ فتح فعلا الباب. ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكوا الحديد ابو جنزير يعني؟ ده هيفتحه بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ اه خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا. شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اه اوضه ألاقة. اه الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما ندور نقلب الاوضه كده. اه صح. ايوه ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح. امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه.
عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. بتعمل ايه؟ اقيسه يا رب يطلع على قد يا رب. على قد. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هيلبس اخضر. طب خد خد ده اديه لمحسن. اه الاصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ اه انا بنسى اصلا معلش. شيل دول هنا ودول هنا. فكرني بيهم ماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاتة. ايوه هما التلاتة عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيه فقرة او حاجة. اوه يلبسوها قوي تعالى. او ده بتاع شيكو بس على فكرة. ايوه العسل ده. ايوه. هاتوا نساوموا عليه ده. ولا هاني. ايه؟ بص ده بقى يكمرك في الشتاء. قيسوا كده؟ حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد. ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه. بس حاجات حلوه. انا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهارده. وبشكره اكتر لانه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديده. والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شقته مش واخدة حقها وزيادة. وده اللي شجعني عشان أمضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكرة اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر. احنا يمكن استقرنا على اسم مبدئي للبرنامج وهو انا وشادي اتربينا سوا لعبنا على الحبل وركبنا الهوا. البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبيه او واسطه عشان ابن صاحب القناه. انا بقول لكم لا خالص والله العظيم والله العظيم كمان مره لا واسطه ولا محسوبيه. استغفر الله العظيم يا رب على حفنات الكذب دي. كان في اسامي كبيره جدا مرشحة إنها تقدم معايا البرنامج زي أستاذ وائل الإبراشي، أستاذ معتز الدمرداش، أستاذ جابر القرموطي، أستاذ توفيق عكاشة. أظن بعد الأسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. خلاص أقفل إيدي. حاضر يا باشا حاضر خدامك هجيبها من الأوضة بسرعة بس وأجي. الحقيقة شريهين ده هيطلع الأوضة. طب تفتكر جوز الخيل اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ أكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي الهم مكبب على بابي. وبابي أنا كمان. هنعمل إيه؟ مش عارفة. بس ده ما ينفعش يطلع لازم نثبته هنا. أنا هتصرف تعالي. أحمد فهمي. ازيك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 مينتس؟ معلش أنا لازم أطلع الأوضة بسرعة عشان أجيب حاجة وهنزل على طول. لا لا ده هما 5 دقايق مش هناخد من وقتك كتير. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه ده؟ في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكوا دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. الفهمة ايه؟ الفهموية. يعني رابطة محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا لا ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتزال بيحبوك. شهاب وعلي طب امسك انت اخلع خلاص مش مشكله. انا جيت في وقت مش مناسب. اتفضل اتفضل امروني خير. حضرتك انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. اه طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعملي فكره تسول تسول. سعاده البي على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غدا عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش الخمس دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غيضه. لا حول ولا قوه الا بالله. حس بقى ان الموضوع انساني. انا هخليك تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني بس على شرط واحد بس. تقولي ان انا جايبك هديه لابن صاحب القناه. انا مصدومه فيك.
انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه؟ بكره لما تخش الشغلانه هتعرفي انها ماشيه كده. اجهزها حلو على مقدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتيه بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم انه مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي. مش لاقي اي حاجه. هو انت هتفضل نايم كده سيبني ادور لوحدي؟ مالك يا سيف متعصب ليه؟ متعصب عشان احنا في الدور ال 23 وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعه. الله يقطعك ويقطع فوبيتك. فوبيا اماكن مرتفعه واماكن منخفضه واماكن سياحيه، كل حاجه فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا؟ مش كسل يا ابني، مش كسل، هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجه. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي يا نعيم بجد مش قادر. ده مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هتظبطني ازاي؟ هنطلب اتنين مساج يمغنطوك. انت متخلف يعني، واحنا معانا فلوس للمساج يا ابني؟ ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك. النور هيام عينيك. مفتاح باب الاوضه قصادك مد ايديك. يا عم اخلص بقى، انا عندي فكره. ايه؟ طالما احنا مش هندفع فلوس واي حاجه لينا، احنا نجيب اكل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش وجعان قوي، وكل الاكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا، انا ما عنديش فوبيا من الخضار. انا عندي فوبيا من حاجه واحده في الخضار. ايه هي؟ القتة يا هاني. مين يا ابني ما عندوش فوبيا من القتة؟ اطمن يا سيف، انت انسان كويس.